ولا شوت 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 ولا 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 شوت 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 برافو برافو تعال ولا شوت 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 خلي الكلب كده جرب خطوه وارجع جرب من ورا الكاميرا جرب من ورا الكاميرا الناحيه دي شويه وارجع يوم جديد يا جماعة مع بوتشر بقى اللي من محافظة القاهرة النهاردة هنشتغل معاه دلوقتي كده ونشوف رد فعله بس في المقابلة بتاعتنا كده ايه لان ما كانش الاول متقبل دلوقتي طبعا الحمد لله في تغيير واضح على بوتشر انا لاحظته عليه من شوية فزي ما اتكلمنا قبل كده قلنا الاول سلوك ثم تدريب لازم الاول نصحح سلوك الكلب والمشاكل النفسية اللي عنده وبعد كده تدريب الكلب بقى اللي ورا هناك ده اللي انتوا واخدين بالكم منه ده هودود فاكرينه اللي احنا كنا بنعمله ده عمل الودن الحمد لله في ودن وقفت اهي تمام شايفينه في ودن وقفت اهي الحمد لله لوحدها خالص وفي ودن تانية لسه مريحه هتقف برضه اللي في الخير يقدمه ربنا يلا نشوف بوتشر الاول كده في كلب بيعمل كده اعرف ان في اطفال مشكله فيه يعني في تعامل اطفال ده دلع اللي هو بيعمله ده دلع كل ده احنا هنلغيه بس طبعا ناخد معانا وقت لما اغير اسلوب الكلب خالص انت بتعتبر بتعمله فورمات من اول وجديد يلا كم يلا بوتشر يلا جوه 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 ج
يعني بيقول ايه ده بقى بيبقى اصحابه معودينه ان هو بيبقى قاعد ويروحوا له بالاكل لحد عنده. فاحنا مش حابين كده، احنا حابين ان في مبدا جديد يتغير مع الكلب، ان الكلب يكون هو اللي محتاجك. عشان تعلم كلب لازم هو اللي يحتاجك مش انت اللي تحتاجه. يلا لازم انا نيجي كده من بعيد نقول تعالى بالليل، انما القعده دي بتبقى اسمها رخامه كده، بيعمل حركه رخامه كده، بيبقى معودينه ان هم يروحوا له بالاكل لحد عنده زي كده ياكل. لا مش هننوله حته زي دي خالص، ده بتسيبه براحته خالص لحد ما يحتاجني. هو يقول لي انا جاي لك انا عايزك. شايفين انا ده بينادي عليا ازاي؟ لما نيجي نطلع كده اهو نمشي بعيد، ركزوا معاه بالكاميرا. عايز ايه؟ بصوا بينفذ لي الاوامر من غير ما نقول له اعمل لي كذا. ليه؟ عشان هو عارف انا عايز منه ايه وهندي له مقابل ايه. المقابل بتاعه ده لسه. تعال اهي، تعال بص صوت. يلا يلا تعال 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 تعال، لسه القلق القلق في عيني. تعال بص، لو رحت له هياكل، لو رحت له هياكل. لا مش مهبل ده، هو عنده موضوع في البيت ان هم اللي بيروحوا له بالاكل، يعني هو اللي عامل عليهم. هو انا اللي عايز اعيشكم، يعني انا يعني ساعات الكلب اللي بيدرب صاحبه، ساعات الكلب بيدرب صاحبه، بيدرب صاحبه على ايه؟ ان هو اللي ينفذ الاوامر، يعني انت كصاحب الكلب انت اللي تنفذ الكلب الاوامر، مش هو اللي ينفذ لك خالص. تعالى بص هنا هياكل مني، هو عايز ياكل مني اهو، يعني مش معنى ان هو مش عايز ياكل، لا ده هو عايز ياكل، بس عايز ياكل بيفرض شخصيته عليا، وده طبعا مش هيحصل. دلع وسنينه.